كهربا متدمرة في البلد، احنا نخرب بيتنا، نخرب بيتنا، المزارع فضى. وهذا قطع الكهرباء كنا مستحملين ساعة وساعتين، والعنبر فضى من الحر. قطع الكهرباء باستمرار 3 ساعات. إن المحلات التجارية كلها تغلق الساعة 10 مساء في كل أنحاء الجمهورية. أنا بتكلم هنا على المحلات التجارية المنفردة اللي بتبقى في الطرق والشوارع أو المولات. الأسعار عايزين تسيطروا عليها؟ الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش.